من شبكة أجيال الإذاعية، نشرة أخبار الأسرى مع سماح نصار. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء. حملة الاعتقالات اليومية تطال اليوم نحو 30 مواطنا من الضفة، بينهم سيدة بالإضافة إلى أطفال وأسرى أفرج عنهم مؤخرا، عاد الاحتلال اعتقالهم. عمليات الاعتقال تركزت في بيت لحم وقلقيلية وجنين ونابلس ورام الله والخليل وسلفيت والقدس وطوباس التي تشهد عمليات اقتحام مستمرة، هذا في حين أسفرت عمليات الاقتحام في مخيمي الفارعة وكذلك طول كرم وضاحية الذنابة عن استشهاد شابين. نواصل في أخبار هذه النشرة. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تقول إن إدارة سجون الاحتلال رفضت السماح بزيارة الأسير المريض معتصم ردادة بعد نقله من عوفر إلى عيادة سجن الرملة، حيث يقبع هناك مع عدد من الأسرى المرضى من ذوي الحالات الصعبة والمزمنة. وقد أوضحت الهيئة أن رداد يعتبر من أصعب الحالات المرضية في سجون الاحتلال، وتعرض لعملية نقل من سجن الرملة الذي مكث فيه لفترة طويلة، وذلك قبل نقله بعد تاريخ 7 أكتوبر إلى سجن عوفر، وهناك واجه جريمة طبية مضاعفة بحرمانه من الحد الأدنى من العلاج وكذلك من الطعام. ونواصل في مزيد من الأخبار التي ترد من هيئة شؤون الأسرى والمحررين التي أكدت تضييق الخناق على الأسرى المصابين والمرضى القابعين في عيادة سجن الرملة. قالت الهيئة إن السجانين يستغلون أمراض الأسرى وإصاباتهم للإمعان في إجراءاتهم القمعية والتنكيلية وتركهم فريسة للموت البطيء. في هذا السياق أوضحت الهيئة أن الأسير مصطفى النعانيش من مخيم طول كرم يعاني من تقرحات شديدة أسفل الظهر والقدم، ويتنقل على كرسي متحرك ولا يشعر نهائيا بقدميه نتيجة تعرضه للانفجار لحظة اعتقال جيش الاحتلال له أثناء مكوثه في مشفى طول كرم. وعن حالة الأسير صالح حسونة من مخيم الجلزون، فهو بانتظار استكمال علاج قدميه، حيث قامت وحدات خاصة من جيش الاحتلال باقتحام منزله وإطلاق النار عليه لحظة اعتقاله وهو نائم، ثم انهالوا عليه بالضرب المبرح. ونجدد التذكير بمناشدة عائلات الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال للمجتمع الدولي بكافة هيئاته الحقوقية والإنسانية للتدخل العاجل لحماية أبنائهم الأسرى في سجون الاحتلال مما وصفوه بالموت البطيء الذي يداهمهم عبر التعذيب والضرب والتجويع وغيرها من الانتهاكات. بهذا مستمعينا تنتهي هذه النشرة الخاصة بأخبار الحركة الأسيرة، قدمناها لحضراتكم من راديو أجيال. تحية الحرية لأسرى الحرية وتحياتي سمح نصار. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.